بعد شرارة كهربائية بشقتها بالصيف. الفقيدة دكتورة بقسم علم النفس وعلوم التربية والأرطوفينيا بجامعة لامبن تبغين بسطيف كانت بصدد تحضير اجتياز التأهيل العلمي. وبهذا المصاب الجلل نتقدم إلى عائلة الفقيدة بأخلص عبارات المواساة، راجين من الله عز وجل أن يتغمد روحها الطاهرة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يغفر لها، وأن ألهم زويها جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لفظت زهرة اليوم الدكتورة المغفور لها بإذن الله تعالى نجاة علوي 40 عاما أنفاسها الأخيرة في حدود الرابعة بمستشفى ابن باديس بقسطنطينة، متأثرة بالحروق البليغة من الدرجة الثالثة التي تعرضت لها ليلة الثلاثاء.